السلام عليكم. محاضرة Human Anatomy، المحاضرة الخامسة للصف الثاني كلية طب الأسنان، ترقو بلاتين فوسة. بالمحاضرات السابقة أخذنا التمبرال فوسة والإنفرا تمبرال فوسة، سرح نيجي نأخذ الترقو بلاتين فوسة. الترقو بلاتين فوسة يكون مكانها beneath the posterior surface of the maxilla and the pterygoid process of the sphenoid bone. It then lies beneath posterior surface of maxilla and pterygoid process of the sphenoid bone. Pterygopalatine fossa تحتوي على المكسيلر نيرف، ولهذا السبب هذا الستركتشر كلش مهم. تحتوي على المكسيلر ارتري، مو كل المكسيلر ارتري وانما الثيرد بارت من المكسيلر ارتري، وتحتوي على الترقوبلاتين باراسمباثيتيك جانجليا، واللي ايضا هي هم ستراكتشر مهم. لهذا سبب الترقوبلاتين فوسا مهمة، لان بها المكسيلر ارتري وبها الترقوبلاتين باراسمباثيتيك جانجليا، وهاي راح تفيدنا من لما نعرف شلون نتعلم نسوي نيرف بلوك. حدودها للترقوبلاتين فوسا انتيريرلي من الامام راح يكون البوستيرير سيرفيس اوف ماكسيلا، هذا عظم المكسيلا وهذا راح يكون الانتيرير سيرفيس مال المكسيلا. بوستيريرلي شيء اكيد هي الترقويد بروسس مال السفينويد بون، هاي الترقويد بروسس اوف السفينويد بون. ميديالي يعني للداخل راح يكون الـ perpendicular plate of the palatine bone. للداخل medially راح يكون الـ palatine bone. superiorly الـ greater wing of sphenoid، هذا الـ greater wing، هذا راح يكون حدود الـ superior للفوسة. و laterally to the lateral communicates with the infratemporal fossa through الترقو ماكسيلاري فيشر، اللي هو هذا. خلنا نمسح ذني، هذا هو الترقو ماكسيلاري فيشر اللي يسوي كوميونيكيشن لاترالي ويا الانفرا تمبرال فاسا. كوميونيكيشنز اند اوبننجز، الترقو بلاتين فاسا بيها سبع نقاط مهمة من ناحية الـ communications والـ opening. أولاً الـ pterygo maxillary fissure. pterygo maxillary fissure شي يطلع للـ pterygo palatine fossa؟ أولاً الـ maxillary artery، ثانياً الـ posterior superior alveolar branches of the maxillary nerve، وثالثاً السفينوبلاتين فينز. إذن أول communication أو أول opening هي الترقو ماكسيلاري فيشر، transmits الماكسيلاري artery من الانفراتمبرال فوسة الداخل الترقو بلاتين فوسة. ثانياً posterior superior alveolar branches of the maxillary nerve، وثالثاً السفينوبلاتين فينز. شاكو بعد رقم اثنين inferior orbital fissure. الانفيرير اوربيتال فيشر ترانسميتس الانفرا اوربيتال والزايجوماتيك برانشز اوف ذا ماكسيلاري نيرف. اذا رقم 2 انفيرير اوربيتال فيشر، والانفيرير اوربيتال فيشر ترانسميتس الانفرا اوربيتال اولا، وثانيا الزايجوماتيك برانشز اوف ذا ماكسيلاري نيرف، بالاضافه الى الاوربيتال برانشز of the pterygo palatine ganglion، ها رقم 3، ورقم 4 الانفرا اوربيتال فيسلز. اذا اربع شغلات تطلع من الانفيرير اوربيتال فيشر، الانفرا اوربيتال والزايجوماتيك برانشز اوف ذا ماكسيلاري نيرف، الاوربيتال برانشز اوف ذا pterygo palatine ganglion، والانفرا اوربيتال فيسلز. رقم 3 اللي هي اهم شغله بال pterygo palatine fossa هي الفوريمن روتندم. ليش أهم شغلة؟ لأن من عندها يطلع المكسيلاري نيرف، والمكسيلاري نيرف طبعا كلش مهم بطب الأسنان، لأن هو اللي يجهز التيث اللي موجودة بالمكسيلاري بون. ف
بالفورامين روتندم ترانسميتس الماكسيلاري نيرف. شو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا تيريغويد كانال رقم 4. تيريغويد كانال شو طلع هاي تيريغويد كانال؟ ترانسميتس الجريتر بتروزل اند ديب بتروزل نيرفز اللي بعدين يتحدون بالتيريغويد كانال ويسوون نيرف اوف ذا تيريغويد كانال. وطبعا وياها ايضا الارتريز اللي هم جزء من الماكسيلاري ارتر. اذا التيريغويد كانال بيها نيرفات اثنين، جريتر بتروزل وديب بتروزل، يتحدون بداخل هاي القناه ويسوون فشي اسمه ذا نيرف اوف ذا تيريغويد كانال. داخل هاي الكنال ايضا تفوت من عنده ارتريز شرايين اللي هم اصلهم من الماكسيلاري ارتري. Derived from the maxillary artery. رقم خمسة. رقم خمسة sphenopalatine foramen. Sphenopalatine foramen همينة تفتح بالترجوبالاتين فوسة وفائدتها انه هي تسوي communications ما بين الترجوبالاتين فوسة واللاترال wall of the nasal cavity او هي النازل cavity وتنقل شغلتين. اولا nasopalatine and posterior superior nasal nerves. The nasopalatine and posterior superior nasal nerves هم branches من الترجوبالاتين ganglion. بالإضافة إلى شنو همينة تنقل السفينوبالاتين foramen؟ تنقل السفينوبالاتين vessels. رقم ستة palatine canal تطلع من البيز of the fossa وتنزل لي جوا، تتقسم إلى greater و lesser palatine canals اللي هي هاي palatine canal من الفوسة تنزل لي جوا وتتقسم إلى greater، هاي الجريتر وهاي اللسر. جريتر ولسر. طبعا شيء اكيد بما انه هي هاي القناة راح تتقسم الى اثنين، جريتر بالاتين ولسر بالاتين، فراح تنقل ايضا نيرفات بنفس الاسم همين ترانسميتس ذا جريتر اند لسر بالاتين نيرفز. Together with accompanying vessels. يعني الفيسلز اللي يمشن وياهن هم راح ياخذن نفس الاسم. سواء كان artery أو vein. وين يروحن؟ Pass to the heart palate. And emerge ويطلعن at greater and lesser palatine foramina. إذن بالنسبة لرقم ستة هي palatine canal. Palatine canal من البيز مال الفوسة تنزل لي جوا تتقسم إلى اثنين greater and lesser palatine canals. يفوت بها two nerves greater and lesser palatine nerves. هذول lesser والgreater palatine nerves pass للheart palate ومن الheart palate يطلعن عن طريق greater and lesser palatine foramen. آخر شيء همينة بالترجوبالاتين فوسة هي الفرنجيال كانال. الفرنجيال كانال اللي هي هاي الفرنجيال كانال courses posteriorly تتجه posteriorly and medially للداخل into the pharynx للبلعوم for the pharyngeal artery على مود حتى يدخل بها الفرنجيال artery يروح للpharynx. إذن الفرنجيال كانال تتجه posteriorly and medially into the pharynx وتنقل الفرنجيال artery. بالإضافة إلى ذلك همين هسه نشوف بالترجوبالاتين ganglion إنه هي تنقل الفرنجيال branch. أول content بالترجوبالاتين فوسة هو المكزيلاري نيرف. هو أول شيء هو أهم شيء. مثل ما نعرف الماكسيلاري نيرف هو ديفيجن من الترايجيمينال نيرف
ويحتوي فقط على sensory fibers. مثل ما واضح هنا بالصورة هاي الترايجمينال جانجليون أو الترايجمينال نيرف تنطي مانديبولر تنطي ماكزيلاري تنطي أوفثالميك. الماكزيلاري نيرف يحتوي فقط على sensory fibers يعني اختصاصه ينقل الإحساس بالألم. Functionality أو functionally وظيفته أنه supplies the maxillary teeth. لهذا السبب إحنا قلنا هذا النيرف كلش مهم. فأي شيء أي تداخل بالmaxillary teeth يحتاج يسوي nerve block للmaxillary nerve. إذن functionally supplies the maxillary teeth and their supporting structures. يجهز أيضا الhard and soft palate. يجهز الماكزيلاري اير ساينسز، يجهز النيزل كافيتي، ويجهز السكن اوفرلاينج ذا ميدل بارت اوف ذا فيس. الميدل بارت اوف ذا فيس اذا هو يحتوي على سنسوري فايبرز، يجهز الماكزيلاري تيث، يجهز الهارد اند سوفت باليت، ماكزيلاري اير ساينسز، نيزل كافيتي، والسكن اوفر ذا ميدل بارت اوف ذا فيس. الماكزيلاري نيرف مثل ما نعرف arises from the trigeminal ganglion اللي هي هاي on the floor of the middle cranial fossa. It passes along the lateral dural wall of the cavernous sinus to exit the cranial cavity at the foramen rotundum. Foramen rotundum تفتح بالترigopalatine fossa. فلهذا السبب ترigopalatine fossa مهمة، لأن أول ما يطلع الماكزيلاري نيرف من الترigeminal ganglion يدخل بالفورامين روتندم، يدخل بالتريجو بلاتين فوسا. It emerges from the foramen rotundum in the upper part of the terigo palatine fossa, where most of the branches are derived. هنا نقسم البرانشات إلى نوعيتين. برانشات اللي هي directly come directly from the maxillary nerve مباشرة، وكو برانشات اللي هي associated with the pterygopalatine sympathetic ganglion. هاي pterygopalatine ganglion. زين. Branches from the main maxillary nerve trunk. إذن هذا إذا واحد سألك سؤال عدد لي البرانشات مال المين ماكزيلاري نيرف، مننجيال نيرف أولا، ثانيا جانجليونيك برانشز، ثالثا زايجوماتيك نيرف، رابعا انفرا أوربيتال نيرف، خامسا بوستير سوبيريور أليفيولار نيرف. أولا قلنا مننجيال نيرف، بعدين جانجليونيك برانشز، زايجوماتيك نيرف يتقسم إلى زايجوماتيكو تمبورال وزيغوماتيكو فاشيال. رابعا الانفرا اوربيتال يتقسم الى ميدل وانتيريور سوبيريور اليفيولار نيرفز، وخامسا بوستيريور سوبيريور اليفيولار نيرف اللي هي هنا. خلينا نشوفها بالصوره. عندنا هاي الترايجمينال جانجليون، هذا الماكزيلاري نيرف. اول شيء راح يطلع من عنده هو المننجيال برانش قبل اللي يدخل للفورامين روتندم، هيطلع المننجيال برانش. بعدين راح يطلع الزايجوماتيك نيرف اللي هو هذا، والزايجوماتيك نيرف راح يتقسم الى زايجوماتيكو تمبورال وزايجوماتيكو فاشيال. ايش راح يطلع بعد من عنده؟ الانفرا اوربيتال نيرف، هذا الانفرا اوربيتال، والانفرا اوربيتال يتقسم الى ميدل سوبيريور وانتيريور سوبيريور. يبقى عندنا خامسا بوستيريور اليفيولار نيرف اللي هو هذا، بوستيريور سوبيريور اليفيولار نيرف. ها
هاي بالنسبة للبرانشز from the main maxillary nerve trunk. Branches from the pterygopalatine ganglion. عندنا سبعة. يعني إذا جاك سؤال شن هي البرانشز from the pterygopalatine ganglion؟ سبعة. Orbital nerve, nasopalatine, posterior, superior, posterior, inferior, nasal nerves, greater palatine, lesser palatine, pharyngeal branch. نشوف هنا الترجو بالاتان جانجليان عندنا orbital branch اللي هو هذا، عندنا nasopalatine اللي هو هذا، عندنا pharyngeal branch اللي هو هذا يرجع لي ورا، عندنا lesser palatine اللي هو يجي من هنا ويرجع لي ورا يجهز السوفت باليت، عندنا greater palatine اللي هو يجي منه ويروح لهالاتجاه، وعندنا posterior superior nasal هذني الاثنين، posterior inferior nasal اللي هنا هذني. هسه نجي على كل واحدة من هذين البرانشات مال الأولين مال المين ماكسيلاري نيرف ترانك ونشوف شنو الشغلات المهمة اللي بيها. أولاً خلينا نشوف المنينجيال نيرف. المنينجيال نيرف this is the only branch from the main trunk of the maxillary nerve that does not originate in the pterygopalatine fossa. أوكي حلو. هاي معلومة مهمة إنه المنينجيال نيرف هو برانش من الماكسيلاري نيرف بس ما يطلع من الماكسيلاري نيرف بالتريجوبالاتين فوسا. يعني هو مثل ما هنا يمكن موضحة بالصورة، من هنا يبدي الماكسيلاري نيرف، هاي الفورامينا روتندا، فورامينا روتندا اللي هي المنفذ للدخول للتريجوبالاتين فوسا. المنينجيال برانش قبل الفورامين روتندم يطلع من المكسيلاري نيرف، اذا it does not originate in the pterygopalatine fossa the only، وهذا البرانش الوحيد. يعني اذا اجى مثلا بالام سي كيو يا برانش من المكسيلاري نيرف the only branch which does not originate in the pterygopalatine fossa راح تختار المنينجيال نيرف. It arises within the middle cranial fossa before, okay, before the foramen rotundum. It runs with the middle meningeal artery, يمشي ويا middle meningeal artery and innervates the dura mater lining the middle cranial fossa. It then originates with middle cranial fossa قبل الفورامين rotundum, يمشي ويا middle meningeal artery ويجهز الديورا ماتر اللي يتغلف الميدل كرانيال فوسا. رقم اثنين قلنا غانجليونيك برانشز. الغانجليونيك برانشز اللي هي هذني الاثنين الصغار، هذني غانجليونيك برانشز تجهز التيريجوبالاتين غانجليا. غانجليونيك برانشز These are usually two in number وتربط المكسيلاري نيرف بالتريجوبالاتين جانجليون. هاي وظيفته، تنطي سنسوري فايبرز للتريجوبالاتين جانجليون. الزيجوماتيك نيرف، الزيجوماتيك نيرف همينه برانش من المكسيلاري نيرف وينطي فرعين زيجوماتيكو تمبورال وزيجوماتيكو فاشيال. Leaves the pterygopalatine fossa through the inferior orbital fissure, passes along the lateral wall of the orbit before it divides into zygomatico temporal and zygomatico facial. And then هو
الزيجوماتيك نيرف originates in the pterygopalatine fossa, يترك الترجوبالاتين فوسة عن طريق الانفير اوربيتال فيشر على جانب الوال او على اللاترال وال اوف ذا اوربت. يتقسم الى زيجوماتيكو تمبورال وزيجوماتيكو فيشال برانشز. بعدين ذي باس ثرو ذا زيجوماتيك بون من خلال الزيجوماتيك بون supplying the overlying skin, يعني شكو سكن على الزيجوماتيك بون يجهز هذني البرانشز. زيجوماتيكو تمبورال نيرف also gives a branch to the lacrimal nerve which carries autonomic fibers to the lacrimal gland. إذن إحنا مثل ما قلنا باللاترال وول مال الأوربت يتقسم الزيجوماتيك نيرف إلى زيجوماتيكو تمبورال زيجوماتيكو فاشيال برانشز. بعدين these branches pass through the zygomatic bone عن طريق الزيجوماتيك بون عن طريق فورامينة تخترق للبون وتطلع على سطح الزيجوماتيك بون. تجهز الأوفرلاينج سكن السكن اللي فوق الزيجوماتيك بون. بعدين الزيجوماتيكو تمبورال ينطي برانش صغير للاكريمال نيرف يجهزه بالأوتونوميك فايبرز to the lacrimal glands للغدد الدمعية. اوكي البرانش الرابع من المكسيلري نيرف هو الانفرا اوربيتال نيرف واللي هو يعتبر يعني التيرمينال برانش. نهايه المكسيلري نيرف هي انفرا اوربيتال نيرف. يترك الترجوبالاتين فوسا ويدخل للاوربت عن طريق الانفيرير اوربيتال فيشر. اذا نهايه المكسيلري نيرف هو الانفراوربيتال نيرف يعتبر تيرمينال برانش مع الماكسيلاري نيرف. يترك التريجو بالاتين فوسا leaves the تريجو بالاتين فوسا to enter the orbit at the inferior orbital fissure. lying in a groove in the floor of the orbit يسموه الانفراوربيتال جروف. بداخل الاوربت يمشي بالانفراوربيتال جروف بعدين يدخل بكنال اسمها انفرا اوربيتال كنال ويطلع من هاي الكنال على الفيس عن طريق انفرا اوربيتال فورامين. طبعا لان هو اسمه انفرا اوربيتال نيرف فاي شيء راح يكون الطريقه راح يسمى باسمه. الجروف يسمى انفرا اوربيتال جروف، الكنال انفرا اوربيتال كنال، الفورامين انفرا اوربيتال فورامين. احنا عرفنا ان البرانشات مالته هي middle و anterior superior alveolar nerves. middle superior alveolar nerve و anterior middle و anterior العفو superior alveolar nerve arise from the infraorbital nerve in the orbit. داخل الاوربت الانفراوربيتال نيرف يتقسم الى اثنين middle superior alveolar nerves and anterior superior alveolar nerves. البرانش الخامس اللي هو آخر برانش بالمكسيلاري نيرفز بالمكسيلاري نيرف العفو. This is one of the three superior alveolar nerves. Supply المكسيلاري teeth. إذا كل السuperior alveolar nerves تجهز المكسيلاري teeth. الميدل والانتيرير هسه ذكرناهن هن جزء من الانفراوربيتال نيرف. يبقى منه يبقى البوستيرير. posterior superior alveolar هو برانش بحد ذاته. posterior superior alveolar nerve leaves يغادر الترجو بالاتين فوسة عن طريق الترجو مكسيلاري فيشر. بعدين يمشي على التيوبروسيتي مع المكسيلا. بالنهاية يخترق البون to supply المكسيلاري مولار تيث والمكسيلاري ساينس. إذن البوستيرير سوبيريور الليفيلر نيرف يجهز المكسيلاري مولار تيث والمكسيلاري ساينس. بيفور انترينج ذا ماكسيلا وقبل لا يدخل الماكسيلا ذا نيرف بروفايدز اي جينجيفال برانش. يجهز برانش
للجنجيفا للثة gingival branch which innervates the buccal gingiva around the maxillary molar teeth. إذا هو يجهز المكسيلاري مولار تيث ويجهز المكسيلاري سينسز وبنفس الوقت هم نشي يجهز يجهز اللثة اللي هي دار مداير المكسيلاري مولارز. Branches from the pterygopalatine ganglion واللي قلنا هن سبع برانشات. هنشوف هنا اكو فد ملاحظة. The branches of the maxillary nerve that arise with the pterygopalatine ganglion contain not only sensory fibers from the maxillary nerve, but also autonomic fibers from the ganglion, which are mainly distributed to glands and blood vessels. Okay, يعني ملاحظة مهمة هي إنه إذا أكو branches من المaxillary nerve تخرج أو تنبع عن طريق pterygopalatine ganglion مو بس راح تكون sensory fibers بشكل خالص لأن إحنا قلنا المكسيلاري نيرف هو فقط sensory، ولكن إذا أكو عنده برانشات تفرعت عن طريق pterygopalatine ganglion راح تحتوي أيضا على autonomic fibers. autonomic fibers تجهز glands و blood vessels. glands مثل السليفر اللاكرمال gland وتجهز blood vessels. تجهز شنو فائدتها انه تجهز blood vessels على مود contraction والrelaxation مال blood vessel نفسه. زين، اول branch من pterygopalatine ganglion هو orbital nerve اللي هو هذا قلنا orbital branch. نمسح البقية. هذا الـ orbital branch. الـ orbital branch passes from the pterygopalatine ganglion into the orbit through the inferior orbital fissure. إذن هو يطلع من pterygopalatine ganglion يروح للأوربت عن طريق منه الانفيريو أوربيتال فيشر. يجهز البريوستيوم مال الأوربت عن طريق السمباثيتك فايبرز. ويجهز الأوربيتاليس مصل. إذا يجهز البريوستيوم مال عظم الأوربت. ويجهز الأوربيتاليس مصل عن طريق السمباثيتك فايبرز. Orbital nerve can also supply part of the maxillary sinus. يجهز جزء من المaxillary sinus. And may pass through the posterior ethmoidal foramen to innervate the posterior ethmoidal air cells and the sphenoid air sinuses. إذا صار هسه شي يجهز هذا الorbital nerve. أول شي إحنا قلنا هو يطلع من pterygopalatine ganglion. يروح للأوربت عن طريق الانفيريو أوربيتال فيشر. يجهز البريوستيوم ويجهز الأوربيتاليس مصل عن طريق السمباثيتك فايبرز. يجهز المكسيلاري ساينس ويجهز البوستيريور إثمويدال إير سيلز ويجهز السفينويد إير ساينسز. هاي هي الإثمويدال ساينسز أو الإثمويدال إير سيلز اللي هي هاي، وهذا السفينويد سينس اللي ورا صاير إثمويد سفينويد. زين، الثاني البرانش الثاني هو النيزو بالاتاين. Nasopalatine اللي هو هذا Nasopalatine nerve. هم يعني فد برانش صغير كلش. Nasopalatine runs medially from the pterygopalatine ganglion into the nasal cavity through the
sphenopalatine foramen. إذن هو يطلع من الترجوبالاتين جانجليون يتجه باتجاه الميديال يعني للداخل يروح للنيزل كافيتي أو يوصل للنيزل كافيتي عن طريق السفينوبالاتين فوريمن. It passes across the roof of the nasal cavity to reach the back of the nasal septum. ويوصل لحد نهاية النيزل سبتم. النيزوبالاتين نيرف then passes downwards and forwards within a groove on the vomer bone to supply the posterior inferior part of the nasal septum. هذا هو الفومر بون. هذا البنص. هذا همينه باللون الأخضر. الفومر بون. اللي هو همينه بنفس الوقت النيزل سبتم. فإذا النيزو بالاتين نيرف يجهز البوستيريور inferior part of the nasal septum. وأيضا همين شي يجهز عن طريق الانسايسيف كانال يجهز single nerve يروح للهارت بالات عن طريق الانسايسيف فوسة to supply the oral mucosa around the incisive papilla and palatal gingiva of the anterior teeth. هاي الانسايسيف بابيلا. وهاي الانتيرير جنجيفا. إذن النيزوبالاتين قلنا يغادر التريجوبالاتين جانجليون يدخل للنيزل كافيتي عن طريق السفينوبالاتين فوريمن ويجهز يوصل للباك of the nasal septum ويجهز الposterior inferior part of the nasal septum posterior inferior part of the nasal septum. بالإضافة إلى ذلك يدخل بالإنسايسيف كانال يجهز single nerve on the opposite side واحد يعني يمين واحد يسار نيناتهم يطلعون للهارت بالت عن طريق الانسايسيف فوسة بما انه هي كانال انسايسيف كانال فشي اكيد الفتحة مالتها يسموها انسايسيف فوسة عن طريق الانسايسيف فوسة to supply الاورال ميوكوزا الاورال ميوكوزا اللي هي around الانسايسيف بابيلا وبالاضافة لذلك شي يجهز همينة يجهز البالاتال جينجيفا of the anterior teeth الاسنان الامامية اللثة اللي هي تابعة للبالت بالاتال جينجيفا of the anterior teeth. رقم 3 posterior superior nasal nerve posterior superior nasal nerve اللي هو هذا وهذا posterior superior nasal nerve. This nerve enters the back of the nasal cavity through the sphenopalatine foramen. إذن يطلع من الترجوبالاتين جانجليون ويدخل للنيزل كافيتي عن طريق السفينوبالاتين فوريمن ويتقسم إلى lateral وميديال. اللاترال برانشز مالته تجهز البوستيرو superior part of the lateral wall of the nasal fossa. والميديال برانش مالته supply the nasal septum overlying the posterior part of the perpendicular plate of the ethmoid. إذن posterior superior nasal nerve enters the back of the nasal cavity يدخل للنيزل cavity عن طريق السفينو palatine foramen يتقسم إلى lateral وميديال. Lateral شي جهز يجهز posterior superior part of the lateral wall of the nasal fossa. والميديال شي جهز يجهز النيزل سبتم overlying the posterior part of the perpendicular plate of the ethmoid. رقم 4 the posterior inferior nasal nerve
posterior inferior nasal nerve اللي هو هذا. Posterior inferior nasal nerve. This supplies the inferior part of the lateral wall of the nose in the region of the inferior nasal concha. إذن هذا شي يجهز؟ يجهز the inferior part of the lateral wall of the nose in the region of the inferior nasal concha. شنو هاي الانفيرير نازل كونكا؟ هذني الطيات مال الأنف. أكو superior concha, middle concha و inferior concha. فال posterior inferior nasal nerve supplies the inferior part of the lateral wall of the nose. Inferior part of the lateral wall of the nose. In the region of the inferior nasal concha. هاي الانفيرير نازل كونكا. هاي المنطقة. طيات باللاترال وول اوف ذا نوز يسموهن كونكا او كونكاي. خامسا البرانش الخامس هو الـ greater palatine nerve. greater palatine nerve اللي هو هذا. هذا هاي عندنا تيريجو palatine ganglion وهو ينزل عن طريق الـ palatine canal يسوي greater palatine اللي يتجه بهذا الاتجاه اللي بهذا الاتجاه هذا يسموه lesser palatine. يجهز soft palate واليوفيولا. فال greater palatine nerve, this nerve passes downward from the pterygo palatine ganglion through the palatine canal onto the hard palate. فرق بين ال hard palate و soft palate انه هاي عظم هاي tissue. hard palate soft palate. لهذا السبب the greater palatine artery, the greater palatine nerve, this nerve passes downwards from the pterygopalatine ganglion through the palatine canal and onto the hard palate at the palatine foramen. On the palate it runs forward at the interface between the palatine process and the alveolar process of the maxilla to supply much of the mucosa of the hard palate and palatal gingiva. إذن كل اللي نحتاج نعرفه إنه the greater palatine nerve هو يطلع من the pterygo palatine ganglion عن طريق the palatine canal عن طريق the palatine foramen ويجهز the mucosa of the hard palate and palatal gingiva. شي يجهز the greater palatine nerve؟ يجهز the mucosa of the hard palate and palatal gingiva. Supply much of the mucosa of the hard palate and palatal gingiva. أما lesser رقم 6 the lesser palatine nerve أيضا همين passes downward from the pterygopalatine ganglion through the palatine canal then passes through the lesser palatine foramen. Runs backward to supply the soft palate. اللسر يجهز السوفت بالت. الجريتر يجهز الهارد بالت. أخاف يعني مثلا تجي سؤال على شكل MCQ. greater palatine nerve supplies hard palate لو soft palate. لا طبعا نختار الهارد بالت. lesser palatine nerve supplies hard palate لو soft palate. لا طبعا soft. رقم 7 أخيرا اللي هو الفرنجيال برانش اللي هو هذا فرنجيال برانش runs posteriorly. همينة originate from the pterygopalatine ganglion
pass through the palato-vaginal canal to supply the mucosa of the nasopharynx. And then the pharyngeal branch originates from the pterygopalatine ganglion, passes through the palato-vaginal canal to supply the mucosa of the nasopharynx. إذا أجا MCQ الفارنجيال branch supply what? Supply mucosa of the nasopharynx. ثاني content بالترigopalatine فوسة هو الترigopalatine part of the maxillary artery. جزء من المكزيلاري ارتري يدخل للترجوبلاتين فوسة يسموه الترجوبلاتين part of the maxillary artery. مثل ما يقول هنا الترجوبلاتين part of the maxillary artery passes medially through the trigomaxillary fissure and enters the trigopalatine fossa. إذا عن طريق الترجوماكزيلاري فيشر يدخل للترجوبلاتين فوسة. lies anterior يكون أمام الترجوبلاتين غانجليون وينطي branches that accompany all nerves entering and exiting the fossa. يعني البرانشز اللي تطلع من المكزيلاري آرتري بالترجوبلاتين فوسة تحمل نفس الأسامي للنيرفز اللي تدخل وتطلع للفوسة. ثالثا الكونتنت الثالث هو الترجوبلاتين غانجليون اللي هي هاي الترجوبلاتين غانجليون. الترجوبلاتين غانجليون هي parasympathetic situated below المكزيلاري نيرف تصير تحت المكزيلاري نيرف in the ترجوبلاتين fossa. إذن هي parasympathetic جوا المكزيلاري نيرف بداخل الترجوبلاتين fossa ترتبط بالمكزيلاري نيرف عن طريق two ganglionic branches اللي هن هذين الاثنين هذا واحد وهذا واحد وتجهز النوز والبالت واللاكريمال جلاند. It is concerned primarily with supplying the nose, palate, lacrimal gland, الأنف والبالت والغدد الدمعية. البالت هي سقف اللسان. As with other parasympathetic ganglia in the head, three types of fibers. الترجوبلاتين ganglion بها ثلاث أنواع من النيرف fibers. بها parasympathetic, sympathetic, and sensory fibers. However, ولكن فقط الparasympathetic fibers هي اللي تسوي سينابس بداخل الغانجليون. سينابس اللي هي الارتباطات العصبية. هي صح تحتوي ثلاث أنواع من النيرف فايبرز parasympathetic, sympathetic وsensory ولكن فقط الparasympathetic fibers هي اللي تسوي سينابس اللي تسوي ارتباطات عصبية بداخل الغانجليون. البريغانجليونيك parasympathetic fibers منين دا تجيها؟ originate from the superior salivatory nucleus in the brainstem. إذن أولاً preganglionic parasympathetic fibers منين تجيها؟ تجيها من superior salivatory nucleus in the brainstem. تمشي ويا nervus intermedius of the facial nerve. Subsequently emerge as the greater petrosal nerve. واللي يدخل للتريجويد كانال هذا هو الجريتر بتروزل نيرف هذا مساره ويدخل للتريجويد كانال هاي التريجويد كانال. إذن البريغانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز تجيها للتريجوبلاتان غانجليون عن طريق السوبيريور سالفاتري نيوكليوس بالبراين ستم تمشي ويا النيرفس انترميدياس او ذا فاشيال نيرف سبسيكوينتلي ايمرج از ذا جريتر بتروزال نيرف ويتش ايفنتشوالي اللي بالنهايه تدخل
للتيريجويد كانال. رقم 2 post ganglionic sympathetic fibers. البوست ganglionic sympathetic fibers منين تجيها للتيريجوبالاتاين ganglion؟ تجيها عن طريق الانترنال كاروتيد بلكسس surrounding the internal carotid artery. هذا الانترنال كاروتيد artery وهاي البلكسس اللي هي surrounding الانترنال كاروتيد artery. إذن البوست ganglionic sympathetic fibers توصل للتيريجوبالاتاين ganglion عن طريق الانترنال كاروتيد بلكسس surrounding the internal carotid artery. من هاي البلكسس a branch called deep petrosal nerve. يطلع branch من هاي الكاروتيد بلكسس اسمه deep petrosal nerve همينه يدخل للتيريجويد كانال حتى يوصل للتيريجوبالاتاين ganglion. مثل ما قلنا هاي البلكسس هذا الانترنال كاروتيد ارتري هاي البلكسس تنطي ديب بتروزل نيرف اللي هو هذا ويدخل للتيريجويد تيريجوبالاتاين كانال او التيريجويد كانال. هذا بعدين يتحد ويا الجريتر بتروزل نيرف اللي هو باراسيمباثيتك يتحدون ويسوون نيرف واحد اسمه نيرف اوف ذا تيريجويد كانال اللي هو بعدين يوصل للتيريجوبالاتاين ganglion. إذن مثل ما قلنا الجريتر بتروزل نيرف والديب بتروزل نيرف. جريتر بتروزل نيرف اللي هو باراسيمباثيتك وديب بتروزل نيرف اللي هو سيمباثيتك يتحدون وين؟ بالتيريجويد كانال. شي يسوون او شي يكونون نيرف اوف ذا تيريجويد كانال ويدخلون للتيريجوبالاتاين ganglion. زين هاي الباراسيمباثيتك والسيمباثيتك. السنسوري فايبرز الحسيه منين تجيها؟ تجيها من المكسيلاري نيرف من الجانجليونيك برانشز اوف ذا مكسيلاري نيرف مثل ما نشوفه هنا. إذن two branches of the maxillary nerve يسموها ganglionic branches تنطي السنسوري فايبرز للتيريجوبالاتاين ganglion. مثل ذكرنا قبل شوية nerves leaving the pterygopalatine ganglion هي السبع برانشات الorbital nerve النيزوبالاتين greater and lesser palatine nerves posterior superior and inferior nasal nerves and the pharyngeal nerve. ال parasympathetic component من هذين النيرفات will be distributed within these nerves to supply minor salivary glands. Parasympathetic component هذني البرانشات اللي تطلع من التيريجوبالاتاين ganglion بها parasympathetic component أو بها parasympathetic fibers تجهز الماينر salivary glands. Parasympathetic component of the pterygopalatine ganglion أيضا مسؤولة عن تجهيز اللاكرمال gland الغدة الدمعية. The fibers first pass from the ganglion in one of the ganglionic branches to the maxillary nerve. They then travel to the zygomatic and zygomaticotemporal branches. إذن هسه مثل ما نقول إن parasympathetic component of the pterygopalatine ganglion مسؤولة عن تجهيز اللاكرمال gland. شلون fibers من عدها من الganglion عن طريق الganglionic branches تروح للmaxillary nerve. المaxillary nerve عن طريق الزيجوماتيك nerve عن طريق البرانش of the zygomatico temporal nerve
توصل للاكرمون جلاند. آخر موضوع تبقى هي الـ veins of the pterygopalatine fossa. Veins of the pterygopalatine fossa are small and variable. Most consistent, أكثر شيء واضح بهن هي الـ sphenopalatine vein. It drains the posterior aspect of the nose. Passes into the pterygopalatine fossa through the sphenopalatine foramen. It drains into the pterygoid venous plexus via the pterygomaxillary fissure. إذن أول شيء الفينات اللي هي موجودة بداخل pterygopalatine fossa أول شيء هن small and variable. Most consistent أكثر شيء يعني مهم بهن أو واضح بهن هو sphenopalatine vein. وظيفة هذا sphenopalatine vein إنه هو يسوي drainage للنوز posterior aspect of the nose passes يدخل عن طريق pterygopalatine fossa أو يدخل pterygopalatine fossa عن طريق sphenopalatine foramen ويصب هذا sphenopalatine vein يصب بالpterygoid venous plexus عن طريق pterygomaxillary fissure. احنا بالنسبة ان هذا الموضوع مع الـ veins of the pterygopalatine fossa اللي همنا بيها هي انه نعرف وين مكان الـ pterygoid venous plexus اللي هي هاي. وبهالشكل خلصت محاضرتنا. شكرا جزيلا.